السلام عليكم، مش حالكم يا لباس؟ يا الخير، شو ماسين؟ شو طار بيكم؟ أهلا بكم في هذه القناة. اللي تعرفوا عودنا معكم على نعود فيها دروس من الإنجليزية ودروس من العربية ودروس من يعني مواد مختلفة يعودوا فيها. درسنا اليوم جديد وسهل، وكثروا الأسئلة عنه، هذا اللي ينقالوا الإنجليزية. برنامج كي تعرفوا Easy English باي محمد سيديال والحاج اللي هو أنا، وذيك صفحة على فيسبوك مالي إن شاء الله تعالى اللي هي الناس اللي ما تقدر تدخل يوتيوب ولا عندها التابوني فيه تقدر تم تشوف الدروس، والله بعد بعض من مقاطع رؤوس أقلام منها على الصفحة اللي ذيك قال الحاج بدأ بالعربية. وواتساب عنده ديمل سيز سيكنديه سيكنديه، وكل كونت وكل فيسبوك. طيب اليوم عندنا درس ينقال indefinite article اللي هم أدوات النكرة. أدوات النكرة في الإنجليزية الناس تسول عنهم ويقولوا باسم حال نعود نستخدمهم، وباسم حال يجوا indefinite article أي أين تجي و أي أن أين تجي هم اللي. كي تعرفوا في الإنجليزية فيها نوعين من الأسماء، فيها شي ينقالوا countable nouns وفيها شي ينقالوا uncountable nouns. countable nouns هم الأسماء القابلة للعد، و uncountable nouns اللي هم الأسماء الغير قابلة للعد. الأسماء القابلة للعد اللي هما كيرواجيج، طوابل، الأقلام، الدفاتر، الكتب، أي شيء قابل للعد. و uncountable nouns معناها رواية غير قابلة للعد، كيف السوائل، الزريق، البن، السكر، أي رواية ما تقدر تنعد بالوحدة، يعني تنعد لها بالمقياس والله بالكيلو والله بالليتر والله بشي ذاك نكتب. إذن هذو اللي قالوا countable nouns they have plural، هذو عندهم عندهم اللي قالوا جمع، يقدروا يعدل لهم جمع. كيف مثلا يقولوا students students، teacher teachers، table tables، dog dogs، cat cats. عندهم جمع. uncountable nouns they don't have plural، ما عندهم جمع، وهذو uncountable noun عندنا مثلا منهم هون ما كيف liquid، powders، gas، money، information، advice. هذو اسماء ينضافوا للاسماء الغير قابله للعد. liquid السوائل، powders اللي هم الطحين الدقيق وذاك النوع، gases gas الغازات كامله، money غير قابله للعد، information المعلومات، advice النصائح. إذن بسم حالة لا نستخدمهم. They are usually placed before nouns and they are اللي هما indefinite article A و N دائما يجو سابق ذا اللي ينقالوا الاسم اللي له يعود اسم نكرة، هما A و N يعني A و N. ذا اللي ينقالوا N is always used before vowels. N A N دائما يجو سابق ذا اللي ينقالها كلمة بعد بفاول. singular noun plural singular countable noun plural singular countable noun singular countable noun. كيف نقول مثلا عنهم الاندفينيت ارتكل يجيو السابق الاسم المفرد النكره القابل للعد، الاسم المفرد النكره القابل للعد. مثلا هنا تياها he brought an ice cream، هو شرى ice cream، هو جاب معه، ما هو شرى عفوا، هو جاب معه ice cream. هي هون ice cream بدأ ب I don't vowel، وهي N G قدام vowel قالنا عنهم. عندنا اللي قالوا is always used before a consonant، دائما يجي سابق consonant. consonant تعرفهم I A I E U O. they buy a computer هما شراو كمبيوتر. كمبيوتر نكرة هون بعد بسي اللي هي consonant. consonant تعرفهم ذاك الباقي من الحروف اللي ما هم ذوك الخمسة. دونك فهم في special cases، فهم في حالات استثنائية مع U و H، مع U و H هذو حرفين، واحد consonant واحد vowel، قال فيهم حالات استثنائية. قالنا عن إلين تعود U is pronounced use A، إلين تعود U ما هي vowel، تعود منطوقة كما هي في الألفابت، في الألفابت نقالها U نديرو قدامها A.
كيفت اي يونيت وحده اي يونيفرسيتي جامعه يو لين تعود يو مسموعه منطوقه يو ديرو قدامها اي اتش وين اتش از سايلنت يوز ان لين تعود اتش سايلنت ما هي مسموعه نديرو ان كيفت ان اوسبيتال اوسبيتال و ان اونست مان وفي الاخير دا نقول لكم روايه فهم درتو دو الانجليزي دارو دو يعرفوها غير قد مثلا كانت راقد عليهم والله ما قد تشرحوها للناس اخرى وفم رواية اخرى مالية يتسهل عليكم انتوما اللي مبتدئين وتختاروا تعرفوا دي المشكلة ثم حال تخطاوها ان بي اللي هي نوتا بي ملاحظة اي is a vowel ما لنا متفقين عن اي عنها vowel so can't be cannot be followed by a vowel قال لك عن اي عنها دائما تعود vowel ولا تقول vowel ما يجي مع اخوه vowel معناها انك بيد القاعده اللي قالت لنا عن اي ما تجي مع تجي مع اسم بعد بكونسونت اللي هي هنا تيها معناها ان اي vowel vowel ما يطلب صاحبه خاطي except خاطي الحالات اللي قلنا لكم قبل فيو اللي هي اي يونت واي يونيفرسيتي وان از اند باي a consonant so هي a ان بعد بكونسونت معناها عن ذا اللي ينقالو الكلمه اللي لي تجي وراها ما يلا تعود بعدها بكونسونت ان وافي بكونسونت معناها عن الكلمه اللي وراها ما يلا تعود بعدها بكونسونت خاطي الحاله اللي قبيل اللي شفنا اللي هي اتش اوكي واضح لنا جبنا فهمنا الفرق بين a و n وانت تستخدمه ان وافي بكونسونت معناها عن ما يلا تعود الكلمة اللي وراها بعد بكونسونت و A vowel الكلمة اللي وراها ما يلا تعود بعد vowel وهما قلنا قبيل عنهم يجوا قدام الاسم المفرد النكرة القابل للعد singular countable noun thank you don't forget like share and subscribe and ring the bell to get all the information لا تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد see you